بقالي فترة كده من ساعة الكأس العرب حاسس إن في حاجة ناقصة، في حاجة ناقصة في القناة، رد فعل على رضا عبد العال. أه والله كنت حاسس إن في حاجة ناقصاني كده. بنزل فيديو الساعة 3 الفجر بقى، مفيش حد يشوفه عادي مش مهم، المهم إن أنا أشوف عم رضا عبد العال قال إيه. ورضا عبد العال من الناس اللي معروفين، أول ما الأهلي أو الزمالك يقع خش عليه هتلاقيه بيقطع في المدرب على طول. وأنا بصراحة دخلت أشوف بيقول على موسيماني إيه. لقيت إن هو كاتب موسيماني كسكس على حمصي، ده عنوان الفيديو، قلت الله واضح يا عم رضا إنك ناوي كده تقطع في موسيماني. فبصراحه انا عايز اشوف رضا عبد العال هيقول ايه، هيتكلم بمنطقيه ولا هيعك كالعاده. السلام عليكم. روح عمرو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زي ما قلنا امبارح الاهلي يخوف مع الراجل ده. موسيماني يا رجاله بيترنح. موسيماني تغييراته الشوط الثاني عمرو ده برنس، يعني ما بيمشيش بمبدا التشكيل وكده، لا هو بيبدا بتغييرات المدرب اللي هو الله عليك كابتن رضا. شوف السوشيال ميديا رايحه فين ويجي من الحته دي. عم رضا شاف الكلام كله كان على التغييرات، مع ان الكلام كله كان على التشكيل اساسا عم رضا، بس هو رضا عبد العال ليه وجهات نظر كده غريبه. بس بصراحه انا جاي هنا اتفق معاك في الفيديو عم رضا، جاي اتفق معاك، فحسسني كده ان انا هسمع حاجه منطقيه احس بيها ان انا متفق معاك. كسكسي على حمصي، السمك لبن تمرين دي بقى، لا كسكسي على حمصي. شفت المنطق بتاع عم رضا؟ مش سمك لبن تمرين، لا كسكسي على حمصي. ده انا جاي ادعمك يا راجل وانا نتكلم بمنطق. حمص وحط على كسكسي، وانا اللي طالع اتكلم في 3 4 2 1، ده كلام فاضي ولا عمر؟ هو كسكسي على حمصي، كمل عمر ده كمل. موسيماني النهارده انت اللي فاهمه صح؟ عشان اقول لكم ان هو راجل قليل فنيا وتكتيكيا انتوا مش مصدقين. لا ثواني بس، هو موسيماني النهارده بيفتي كسكسي على حمصي وتقول فنيا وتكتيكيا؟ ما طبيعي الناس مش هتصدقك. اخطر لعيب في الملعب احمد عبد القادر اللي هو عامل له الجون الاولاني وراح انفراد وضاع، واللي هو ممسكه كوره ده. معلش بقى عم رضا، معلش مع احترامي ليك، انا كنت مرن واحد صاحبي كنا بنتفرج على الماتش، كنت بقول له تصدق بالله اول تغيير في الملعب في الشق الهجومي هيبقى احمد عبد القادر. يقول لي ليه يا عم احمد عبد القادر احسن من لعيبه كتير في الملعب؟ اقول له موسيماني هيطلع احمد عبد القادر، هو بيحب قفشه وبيحب بيرسي وصعب ان هو يطلعهم ويسيب احمد عبد القادر، وطبعا مش هيطلع شريف عشان لسه جايب جول، فهيطلع مين؟ احمد عبد القادر. ليه؟ لسه عيل صغير ولسه ما عندوش قاعده جماهيريه، فهيطلعه ويشده على الدكه. موضوع المستوى ومظهرك في الملعب ده مش مهم عند موسيماني، المهم هو بيحب ايه ومقتنع بايه. يقول لي يا رجاله الشوط الثاني موسيماني تغييراته بتهدف على ايه؟ وسايب بيرسي تاوي 90 دقيقه ولا 95 دقيقه بناء على ايه؟ انا قلت عم رضا هنا في الفيديو بتاعي، قلت ان موسيماني مشي بمبدا كابتن محمد حلمي، مين عندنا بيهاجم حطهم في الملعب ووزعوا مع بعض، ووزعوا نفسكم مع بعض بقى يا رجاله. اما الهدف فلا يعلمه الا الشاعر وهو موسيماني. كان عامل شكل عم رضا وسعت قوي منك دي، بس عادي احنا متعودين هنا ان عم رضا بيلبس المدرب بس ما بيقولش اي حاجه على اللعيبه، عشان اللعيبه خط احمر ليها جمهور وفي ناس تطلع تشتمه، فبيتكلم عن المدرب عادي جدا. هو ده رضا عبد العال. نزلت بقى طاهر احمد، قول لي دوره ايه؟ نزلت حسين الشحات. بصراحه طاهر بيتكلم فرنساوي كويس، يعني طاهر بيتكلم فرنساوي كويس، غير انه لسه جايب جول بتعليق فرنساوي كان على بي ان سبورت فرنسا. فطاهر محمد طاهر الماتش اللي فات كان محتاج النهارده يكون في تعليق فرنساوي، للاسف ما الكشف مش فرنساوي عشان كده الاتحاد ما سجلش. قول لي دوره ايه؟ نزلت رامي ربيعه اللي هو خلاك اتضغط ودخل فيك الجول. لا ما معلش بقى، الراجل هيجيبها منين ولا منين؟ ما الناس على اون سبورت كابتن محمد فضل والشيخ طه اسماعيل اللي ينزل رامي ربيعه، تيجي انت هنا تقول ما ينزلش رامي ربيعه؟ يعني الراجل لما نزل رامي ما نفعش، ولو حط رامي على الدكه ما نفعش، يعني الراجل بصراحه يعمل لكم ايه؟ دي التغييره الوحيده تكتيكيا وفنيا اللي كان ليها معنى كانت تغييره رامي ربيعه، بس رامي ربيعه واضح ان مستواه تحت الصفر، فانت بتتكلم على التغييره المنطقيه الوحيده فنيا وتكتيكيا وتقول دي تغييره ملهاش معنى؟ عادي عم رضا اهم حاجه ايه؟ كسكسي على عموسي. اكرم توفيق زي ما هو نص ملعب ونزل محمد هادي، او نزل حسين الشحات باك رايت، او نزل عمار حمدي باك رايت. عمار حمدي مين باك رايت؟ الله يخرب بيتك. ده انا جاي انا جاي انا جاي اقف معاك واساعدك ونقول لك يلا نطلع الطلعه سوا. شكلنا مش هنركب مع بعض ابدا يا عم رضا. وانت عايز تخلي يعني تحتفظ بالهيكل الاساسي وتخلي ان في فلسفه
الاصابه باينه عليه، مش طب ما الشناوي برضه مصاب، علي معلول ملزق رجليه كلها. الناس يقول لك انت جاي جنب علي معلول، علي معلول مين ده؟ بنقول لك مصاب فعشان كده مش قادر، ولو فضل على كده حتى لما اتكلم على علولو دفع عن نفسه صايع خالص. معلش يا عم رضا انت خدتها من التغييرات، فانت بترجع بص كم اعمل اللي انت عايزه يا عم رضا، اعمل اللي انت عايزه عالميه جون وفرصه ضايعه لميرسي تاب لعيب عالميه والكلام ده، كنا بنشوف مباراه ما شفناهاش بقالنا كتير. وفعلا ده عثمان النهارده بيلعب بطريقه 4 3 3، ايه ده حاطط قفشه 4 3 3 ازاي يا عم رضا؟ ده انا جاي، ده جاي اساعدك عم 4 3 3 ازاي يا عم رضا؟ هو 3 4 2 1 عم رضا، بس احنا تكتيكين وفنان مش جايين نتكلم مع بعض. تشلف عم رضا براحتك تشلف. وحاطط الراجل اللي اسمه ديانج، وحاطط قفشه ناحيه اليمين، وحاطط احمد عبد القادر ناحيه الشمال، وقدام مكسوني ناحيه الشمال، راس حربه محمد شريف ناحيه اليمين، بيرسي تاب. قلنا بس هو ده 4 3 3. طب ويا كده 4 3 3 كمل يا عم رضا. اول خمس دقايق شفنا الضغط، يعني ما كانش 3 4 2 1 وما كانش بيرسي تاب ومكسويني بيلعبوا تحت محمد شريف، ولا كان قفشه بيلعب جنب ديانج، ولا اكرم بيلعب قصاد احمد عبد القادر. كمل يا عم رضا كمل. شفنا الكوره وشفنا وبعد كده ما شفناش النادي الاهلي بعد كده، خدنا مشوار ما رجعناش بعيد عنك. الوحيد اللي عمال يناضل ويجري ويباص ويتحرك يروح على الجون ويعمل جون ويضيع، ولا احمد عبد القادر اللي مات بالك. ما تسحب بيرسي تاب، اسحب محمد شريف ماشي، مش هنقول لك لسه جاب جون وخلاص وربنا كرم، بس واضح كده ان هو الاربعه اللي ورا متفوقين على الثلاثه اللي قدام بتوع النادي الاهلي. ابدا اعمل بقى حاجات، يعني كل واحد يلعب في مكانه. انت بقى نزلت الناس دي الشوط الثاني، اراهنك لو هو عرف طار محمد طار بيلعب ايه؟ حصل والله بجد والله حصل فعلا، مش كان عارف هو مازن يعمل ايه. والله حته بدر بنون دي فكرتني ببكاء عندنا لما بنتزنق كتير. ارد يا عم العب عرضيات على طول. بدر بنون النهارده راح طاير لوحده، هنلعب عرضيات. عرضيات مين؟ ما حدش عارف يلعب عرضيات. اكرم بيلعبها وحش، وعلي معلول مش قادر ان هو يرفع عرضيات، مين هيرفع عرضيات؟ حسين الشحات. ماشي في نور الله، يعني عارفه اللي فيها، انا عارفه ان هو ماشي بالبركه. يروح يقعد على دكه النادي الاهلي، يقود النادي الاهلي، وده لا كتير عليه فيوتشر، ياخد شنطته ويروح. اقسم بالله اول مره في حياتك في المعرض عبد العالي، وقد تكون الاخيره. الكواليتي بتاع لعيبه النادي الاهلي، وبصوا للكواليتي بتاع لعيبه فيوتشر، بصوا شوفوا ده وده 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 وايه. اتفق معاك سواء ماديا او فنيا او تكتيكيا او منتخبيا، بس النتائج بتشفع للاسف. دي النقطة اللي أنا متفق معاه فيها، لأن فعلا من أكتر المدربين الفنيين اللي خلوا أغلبنا من جمهور النادي الأهلي يبقى عنده قلة شغف لمشاهدة الأهلي هو موسيماني، لأن الأهلي بقى موسيماني يتسأل عليه بعد الماتش، إنما ما يتفرجش عليه. تسأل بعد ماتش الأهلي، الأهلي كسب كام أو الأهلي عمل إيه، إنما ما ينفعش تقعد تتفرج 90 دقيقة، هتتشل بجد والله. فموسيماني بصراحة من أكتر الناس اللي خلى الواحد ما يبقاش عنده شغف كبير لمتابعة الأهلي، يعني الأهلي بالنسبة لي ده كان حتة لوحده، إنما لما موسيماني جه الموضوع بقى مختلف، الاهلي بقى ممل ومع ذلك بيكسب، بحيث ان انت ما تقدرش تقول على موسيماني فاشل، ولا تقدر تقول يجب تغييره. ليه؟ لان النتائج بتساعده، النتائج طالما بتساعده محدش هيقدر ان هو يقول يتغير. فاحنا مع الاسف الشديد حاطين بلاستر على بقنا وبنقعد نتفرج على القرف ده بعينينا، وفي الاخر مطلوب مننا بعد المباراه ان احنا نقول ان موسيماني بيشتغل شغل عظيم، وانت مش شايف فين الشغل ده؟ تحس بفاول يا ما تحسبش، تحس بفاول وطرد يا ما تحسبش. الاهلي كسب 4 فاكرين؟ شكلي كده تعديت منك عم رضا من كتر الهبه بتاعك. مش وقت مروان موسى خالص. انا مختار بعيد عني. هتقول لي لا دي جت في ايده، طب ما ده انفراد صريح. ده الراجل رقصه وده خبط رجله. بس طبعا
الحته دي زملكه وش اللي هو رضا عبد العال، يعني ما ينفعش يكون حيادي في فيديو، يعني ما ينفعش خالص يكون حيادي في فيديو. فيديو رضا عبد العال خد الحته دي، الحته ان هو راجل زملكاوي، وش ده مش تعليق حيادي اطلاقا. رضا عبد العال كده بيتكلم بمنطق مشجع زملكاوي، مش بيتكلم بمنطق حيادي ابدا. برضه بعد الماتشات بكسكسي على حمص عمرها ما هتظبط. في البطوله الافريقيه وهنتصدم في كاس العالم بسبب الحاجات اللي هي الهايفه الصغيره دي. لان احنا ما عندناش الاهلي بس هو اللي ينافس، هو والزمالك، غير كده لا، ممنوع لاي فرقه تنافس. احنا عايزين الدنيا تبقى كلها منافسه، عشان لما بيبقى في منافسه بيجهز لك لعيبه وبيجهز لك مدربين وبيجهز لك منتخب قوي وانديه قويه. انما انت بالشكل ده مش هنلاقي، والله مش هنلاقي. كنا بنتكلم في موضوع بيراميدز، كان بيقول لك انتوا بتاخدوا فلوس من تركي الشيخ، كنا بنقول لهم يا جماعه القناه 50 مشترك ناخد فلوس من تركي الشيخ بس، كانوا يقول لك لا لا في فلوس. احنا 110 مليون تاخدين على 120، ما مش عارفين نجيب 11 لعيب، ما عندناش الا صلاح مش لاقيين فيرود عم رضا ولا لاقيين باك يمين. اللي هي 36 مليون عندها ثلاث منتخبات. كل عاوز برب الفلك من شر ما خلق ابن الفقريه، كل عاوز برب الفلك بطل فقر عم رضا. المنتخب العربي الوحيد اللي شغال في القاره، بطل فقر يا عم رضا، ارحم الناس، سيبهم كده، سيبهم ماشي. اتكلم معاهم، اتكلم معاهم على بطوله افريقيا ان شاء الله، ما تتكلمش معاهم، مش ناقصه فقر هي، سيبهم، ده هم الوحيدين اللي منورين كده وسط الضلمه اللي احنا فيها دي. اسكت. لا بس بالماضي كاركتر، بالماضي بعرف اتعامل مع لعيبه، مالكش دعوه بالجزاله وبالماضي، ابوس ايدك، خليك في كسكسي على حمصي، مش ناقصه خالص. اهو زي حسام حسن، ده نجم وده نجم، بل كمان حسام عميد لعيب العالم، يعني احنا لو كنا هيكسر الدنيا. لا في فرق، جمال بالماضي كان محترف، انما حسام حسن راح احترف ولاجل عيون الاهلي رجع تاني، في فرق في العقليه يا سيدي. ده عرف يتعامل مع لعيبه المنتخب، وعرف يتعامل مع النجوم، وعرف يحتضنهم، وعرف ان هو يخليهم يقتنعوا بيه، وعرف ان هو يخليهم يامنوا بيه. وحسام حسن هيروح يقول لهم انا حسام ابراهيم ويقعد يجري وراهم. انت بتتكلم في مقارنه مش فير خالص. مش هنرجع بعيد عشان ايه، ما نخش في المتاهه، نرجع تاني. انت دخلتنا في المتاهه وخلاص يا عم رضا. الاهلي النهارده في فيوتشر، ايه رايكم بقى يا جماهير الاهلي؟ انا النهارده وانا قاعد بتفرج بعد 5 دقايق الناس تقول لي لا موسيماني النهارده كويس، قلت لهم طب استنى نكمل الشوط الاولاني نشوف الدنيا فيها ايه. لقيتهم هم بيتصلوا بيا اثناء المباراه. مش بيع الله. قلت لهم قولوا للكابتن محمود البطيء احسن، اصل كله بقى يقول لك ايه، اصل جايب 6 بطولات، ما 6 بطولات فيهم 3 ضربات الجزاء وفيهم واحده بالحظ وفيهم واحده ما شفناش له بصمه، مع ان مع احسن لعيبه واحسن نادي في افريقيا واحسن امكانيات في افريقيا وما فيش نادي في افريقيا فيه الامكانيات دي، فين بصمته هو؟ هو فالح بس لما يجي يوكل للناس اللي على الدكه. اه فعلا، احنا عندنا مدير فني الوحيد في الكوكب اللي مش بيدي تعليمات للعيبه، بيدي تعليمات للدكه. والوحيد اللي كان سايب، الوحيد اللي كان سايب ده بيلعب فين وده بيلعب فين في مكانه ايه، ده حتى كمان بدر بنود ساب الحته اللي ورا وطلع هناك. فاعتقد يعني ان الدوري طول ما هو هيبقى كده، لو ما كانش الحكام هتلحق النادي الاهلي، انا بكلمكم بمنتهى الامانه بقى عشان يبقى اول ان يبقى فيه حظ، الدوري هيتجاب النادي الاهلي، انا بقول لكم من دلوقتي عشان تبقوا على بينه وعلى في حاجات ساعات بحترمك فيها بصراحة. مع الراجل ده والله العظيم كسكسي على حمص. اشوفكم ان شاء الله بعد بطولة افريقيا. سلام عليكم.
ابوس ايدك ما تتكلمش بطوله افريقيا مش ناقص، انا احسن خلينا في الكسكسي على حمص ورب موبايل ما يتكسر، عشان بصراحه يعني هو برغم ان عمرو ده بيهبد بس بصراحه الهد بتاعه بقى ادمان بالنسبه لي مش عارف ليه. لو عجبك الفيديو فانت برنس والله انك كملت معانا لحد هنا، لو ما عجبكش فبراحتك يا برو.